الحدث الأبرز طبعا هو استضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد، وتابعنا الحقيقة عروض المنتخب المصري القوية حتى برغم خسارته امبارح قدام السويد، إلا أنه قدم عرض قوي. مشوارنا في البطولة قلت الفعلي يبتدي من ماتش السويد، كل اللي جاي تقيل، وإذا كنا عايزين نوصل على الأقل المربع ذهبي فتوقع أن يكون في طريقك أبطال العالم. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية، وكلام عن أزمات الموسم اللي كنا متوقعين هو يكون موسم أقل أو أكثر هدوءا أكثر استقرارا، نركز فيه أكثر في الكورة في متعتها في منافساتها، نشوف كورة حلوة. لكن يعني الحقيقة للأسف الشديد جدا، ورغم أن احنا بنتكلم على 7 أسابيع فقط مروا من عمر الدوري الممتاز، لكن الحقيقة يبدو أن احنا عندنا مشاكل كتير. خلينا نتفق الأول على مجموعة مبادئ. المبدأ رقم واحد أنه ما فيش أي حد كان فرد كان جهة كان كيان من مصلحته أبدا سقوط منظومة التحكيم المصري. بالعكس أعتقد أنه إذا كان عندنا إرادة أن يكون في مسابقة قوية تطلع منافسة محترمة وشريفة وعادلة، يبقى بالتأكيد الكل بيدعم منظومة التحكيم. لكن السؤال الأهم وده اللي بنحاول نطرحه النهاردة، هل احنا عندنا مشاكل في منظومه التحكيم ولا لا؟ على فكره ممكن تكون المشاكل دي مرتبطه بقله خبره، ممكن تكون مرتبطه بقله فتره اعداد او بقله كفاءه على اي مستوى من المستويات، مش بالضروره يبقى التشكيك في الناحيه الاخلاقيه، لكن لابد ان احنا نعترف اذا كان في مشكله نقول ان في مشكله ويجب حلها بشكل من الاشكال. والاهم برضو لابد ان ده يطرح يعني على مستوى المسؤولين على المنظومه الكرويه في مصر، هل رابطه الانديه ممكن تكون مخرج من الازمات والمشكلات المتتاليه والمتكرره كل موسم؟ ده برضو سؤال يستحق الاجابه عليه. وبالتاكيد طبعا هنتكلم على قرعه كاس العالم ومواجهه الاهلي مع الدحيل القطري في اولى مبارياته في كاس العالم للانديه. بشرفنا الاستاذ خالد الاتريبي رئيس قسم رياضي بجريده الشروق. اهلا وسهلا استاذ خالد. اهلا وسهلا بك استاذ احمد. اهلا وسهلا. وبشرفنا استاذ محمد ابو علي نائب رئيس القسم الرياضي بجريده فيتو. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بك استاذ احمد، برحب بك طبعا وبرحب بخالد صديقي واخويا. اهلا وسهلا. شرفنا. هبتدي بكاس العالم معاكم، وبما انه طبعا ده الحدث اللي يمكن لسه يمكن ساعه قبل ما نطلع على الهواء على طول كانت كل الجماهير مستنيه يا ترى هنلاعب مين، كل واحد كان عنده حساباته. في ناس كانت بتميل ان احنا نلاعب بطل اسيا، في ناس كانت بتميل ان احنا نلاعب الدحيل القطري، في ناس كانت رايحه البطل المكسيك. بدايه توقعاتكم كانت ايه ورؤيتكم لمواجهه الاهلي والدحيل؟ استاذ خالد الاول. مبدئيا طبعا هي القرعه صعبه، ما يعني ما يعني لازم نبدا نقول كده. انت بتواجه فريق الدحيل، فريق قوي، فريق مش ضعيف، فريق عامل حسابه كويس قوي ان هو مشارك في كاس العالم للانديه، وبالتالي مجهز نفسه ومجهز ان هو عايز يظهر. في ناس قبل كده انديه وصلت للنهائي وهو شايف ان هو ممكن عنده امكانيه وعنده القدرات الماليه والفنيه انه يطمح انه يفكر في انه يوصل لابعد نقطه في المونديال. هي النهائي دي اتصعبت عليهم وعلينا قوي، يعني الكسبان من الماتش ده طبعًا رايح يقابل البايرن، وانت عارف طبعا، بس اكيد وانت بتعمل استعداداتك عامل حسابك انك ممكن طريقك يكون سالك شويه فتعدي. أيوه. فبتجيب اكيد صفقات، جابوا صفقات كتيره مع يعني الناس معروفه، جابوا عندهم لعيبه تقيله، لعيبه خبرات، فاكيد مباراه قويه. بس انا النادي الاهلي. أيوة. في الاول وفي الاخر انا النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيلعبش اصلا على مراكز شرفيه، طول عمره معروف كده. النادي الاهلي بيفكر ازاي، شايف دايما منصه التتويج قدامه. ما تقوليش بقى اصله كاس العالم للانديه، انت بتلعب عنك تلعب انك تكسب. بغض النظر بقى عن اي محفل انت موجود فيه، صحيح. صعبه سهله، انت بتلعب بتجتهد، وفي النهايه التوفيق او النتيجه من عند ربنا. طبعا في فرق في القدرات، لو انت بتكلمني بقى لو عديت الدحيل هدخل في بايرن ميونخ، بس انا مش عايز الناس تفكر في بايرن دلوقتي خالص. كل التفكير لابد انه يكون على تاكد الناس مش شغله بالها بايرن ميونخ. لا لا احنا عايزين الاول نشوف بس يعني ازاي المباراه دي ممكن نعدي منها ونوصل للبايرن، ولما نوصل للبايرن يبقى احنا يعني التارجت بتاعك دلوقتي هو انك نعدي تعدي الدحيل ده. لازم ده مهم. الدحيل فرقه مجهوله بالنسبه للمصريين، يعني في فرق في الخليج طبعا ليها جماهير وليها ما بقتش مجهوله دلوقتي، لكن دلوقتي ما هو ده اللي انا جاي لك فيه بقى. يعني عارفين ان فيها لعيبه كبيره، عارفين ان فيها مهدي بن عطيه لاعب بايرن ويوفي سابق، عارفين ان فيها
علي كريم، علي عارفين فيها معز اعتقد واحد من اهم فراوده اسيا، فيها مش يوسف مسكني برضو واحد من اللاعبين. لا بس يوسف راح العربي، راح العربي، راح العربي. طيب تكلمنا شويه عن الدحيل استاذ محمد، تقول لنا كده معالمها ايه، عامله ايه السيزون ده في المنافسات المحليه؟ خليني في الاول قبل ما اتكلم على الدحيل اتكلم على الاهلي وقيمته وسمعته في الوطن العربي وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط. الاهلي من الفرق الكبيره جدا اللي اتوقع ان اي فريق هيواجه الاهلي بيعمل له حساب. زي ما قلت لك الاهلي جماهيريا في قطر هيلاقي جماهير كتير جدا تبقى موجوده معاه. كسمعه رايح قرر انه يبقى في حضور جماهيري في البطوله للمقيمين، يعني للمقيمين بنسبه كبيره غير التواجد الجماهيري طبعا هيبقى موجود في حوالين الفرقه في كل حته. تمام. الاهلي زي ما قلت لك رصيده من البطولات ومن الشعبيه وكثيره ذاتيه وتاريخ وارقام وحاجات كتيره جدا يعمل حاله من الخوف لاي فريق هيلعب. الدحيل في اخر 10 سنين واخد 7 دوري قطر. أيوة. الدوري القطري مش بنفس قوه الدوريات زي مثلا الدوري الاماراتي او الدوري السعودي. عندهم زي ما بيقولوا كده يعني مشكله السنه دي، هم المركز الثاني بفرق 11 نقطة عن فريق السد اللي هو متصدر بطولة الدوري دلوقتي. عندهم ثلاثي برازيلي يمكن فيهم واحد مجنس، لكن اخطرهم اللي هو دودو ده، دودو ده هداف الفريق برصيد 6 اهداف وصانع 5 اهداف، يعني نقدر نقول عليه لعيب ممكن انا اشبهه بالسيرينو اللي الاهلي كان بيفكر يجيبه، اللي هو اللعيب الهداف البلاي ميكر في نفس الوقت. فده لعيب مميز جدا، واتمنى انه طبعا الناس في الاهلي ابتدوا يتابعوا الدحيل بشكل كويس من بعد القرعه. يمكن الدحيل بيلعب دلوقتي ماتش في الدوري القطري، واللي اعرفه ان الجهاز بيتفرج على فريق الدحيل دلوقتي. عندهم طبعا مهدي بن عطيه، يعني واحد من نجوم اليوفي في وقت من الاوقات ولعيب كبير طبعا وكبير برضه قائد منتخب يعني المغرب. بس يعني انت عارف الخبرات، المهدي بن عطيه في الدحيل بالتاكيد غير المهدي في الباين وفي اليوفي اكيد، بس انت الخبرات والشخصيه بتفرق في الموقف دي. يعني بيبقى عندك لعيب عنده شخصيه وعنده في الملعب ما يهابش الماتشات الكبيره، ما يهابش البطولات الكبيره، عنده رصيد من المباريات القويه اللي بيخليه عارف في لعيبه بتيجي في الماتشات الثقيله دي تحس ان هي ما تظهرش بالشكل، بتخاف، بتحس ان هي عارف تركز تركيزها بقى جامد ياثر عليها في المكان. مهدي من اللعيبه الثقيله. عندهم علي كريم اللعيب الايراني لعيب كويس، جابوا اللي هو اللعيب الكيني مايكل اوليانجو، سامع انه لعيب خطير. بس احنا يعني احنا محظوظين، ده جايب الدوري الياباني باين تقريبا، هو هداف الدوري الياباني. لعيب صغير في السن، عنده 23 سنه او 24 سنه، بس امكانياته الجسمانيه والمهاريه قويه جدا، يمكن جايب 30 جون في 29 ماتش في الدوري الياباني. على فكره اتعرض على الاهلي واتعرض على بيراميدز المهاجم ده، لكن النادي الياباني طلب فيه 5 مليون دولار ترانسفير، يعني ترانسفير للاعيب نفسه غير المرتب اللي اللاعب هياخده. فده بيبين لك اللاعب قد ايه قيمته التسويقيه قويه جدا. على فكره بالنسبه للقيمه التسويقيه، الدحيل قيمته التسويقيه 32 مليون يورو، وده يمكن اعلى في الدوري القطري. فاحنا لو بنتكلم على فريق قوي مش فريق صغير، لكن زي ما قلت لك هم يعملوا حساب للاهلي، والاهلي يعمل حساب للدحيل، لكن يبقى احنا لينا تجربه في كاس العالم اللي فاتت. يمكن فريق العين مش عارف كان السد بيتهيألي قطر كان بيلعب البطوله اللي فاتت والترجي قدر يكسبه وبطوله العالم اللي فاتت. ما حققش النتائج بالرغم كان عنده محترفين وعنده لعيبه قويه. يعني القيمه تنزل الملعب قصه ثانيه خالص. وبعدين يعني بي اس جي كان بيلعب بايرن ميونخ، ولو بصيت للقيمه التسويقيه للاعيبه البايرن والبي اس جي هتلاقي انه كفه البي اس جي اتقل بكتير، ورغم كده بايرن قدر انه يحسم بطولة. روح الفرق الكبيره طبعا والمشاركه شخصية. مش عايزين ننسى كمان النادي الاهلي سادس مره بيشارك في البطوله دي، في خبرات. هتقول لي هو اصل ما فيش الجيل ده ما لعبش، بس النادي الاهلي لعب. النادي الاهلي عنده او لعيبه النادي الاهلي عارفه، لعيبه النادي الاهلي ياما اللي موجودين دلوقتي ياما حلموا ان هم يكونوا موجودين في المكان ده. صحيح. وبالتالي هم عارفين كفريق او كنادي بتاريخه، عارف ان انا موجود في المكان ده مش غريب عليا. وبعدين انا رايح كبطل افريقيا، رايح مؤهل عن طريق النادي فوز ببطوله، غير ان انا رايح كمستضيف للبطوله. طيب. وده فرق. عروض الاهلي من وجهه نظرك اللي قدمها، وانا قلت انه الماتشات بتاعه الدوري طبعا الاهلي بينافس على البطوله اللي اعتاد ان هو يفوز بيها، البطوله المفضله بالنسبه له، و في نفس الوقت كمان بيجهز نفسه لبدايه مشوار افريقيا، البطوله ان شاء الله تكون النجمه العاشره ومعاها استعداد لكاس العالم. هل بتشوف انه
عروض الاهلي مرتبطه بالشكل اللي هنشوفه للفريق في بطوله كاس العالم، ولا هذه نقره وتلك نقره اخرى؟ لابد ان احنا نفرق بين حاجتين. حسابات المدير الفني في نظرته للعيبه، يعني ممكن بتلاقيه مثلا بيشارك لعيب في مكان معين وهو حاطط في دماغه حاجه ثانيه خالص، وما بين ان هو عايز يعدي المباراه دلوقتي بتاعه الدوري وهو بيفكر في حاجه ثانيه زي ما بقول لك. يعني هو مثلا ممكن يغير في مراكز اللعيبه مش عشان الماتش اللي انت فيه، ممكن هو عنده حسابات ثانيه. وهو قال في المؤتمر الصحفي لأحد المباريات برضو أنا حاطط في حساباتي كأس العالم للأندية، الوقت قليل، وبالتالي هو بيعمل حساباته في نظرته للعيبة، دي قصة، وترتيباته للعيبة. إنما النادي الأهلي زي ما بقول لك إن هو بيتعامل دايما، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة بيقول لك إحنا بنتعامل مع كل مرحلة زي ما هي، يعني كل مباراة بالنسبة لنا هي مباراة البطولة، هي مباراة الكأس. انما انت بتركز في المباراه، بتركز في اللي عندك، انما المدير الفني عنده حسابات، عايز اريح اللاعب ده، عايز ما اضغطش على اللاعب ده، عايز اكون عامل حسابات في حسابي ان انا هلاعب ده 45 دقيقه لان عندي كل اربع ايام مباراه مثلا. فهو بيبقى عامل حسابات انما ما تاثرش على الاداء في المباراه دي. وما ينفعش ان احنا نقول اصل الاهلي كان اداؤه مثلا متراجع في المباراه دي فاحنا نخاف على الاهلي من في مثلا في مونديال الانديه اطلاقا. مفيش اي هي ممكن يا خالد ناخدها في سكه ايه، حاجه تنور لنا الطريق قدام. يعني انا انا بشوف بعض السلبيات مثلا موجوده فابتدي اشتغل عليها قبل كاس العالم. احيانا بيكون قبل مباراه الاهلي مباراه مصريه في دوري ابطال افريقيا مثلا، وبتلعب مباراتين يعني بشكل متوسط في الدوري، فالناس بتقلق وبتلاقي الفرقه في افريقيا بتعمل حاجه ثانيه خالص. انا دايما بشوف ان مش مقياس اداء الفريق في الدوري خاصه النادي الاهلي قياسا بالبطولات، بالمباريات الكبيره. النادي الاهلي دايما قصه ثانيه خالص، قصه ثانيه في المباريات الكبيره. طيب. هو بس يعني التعليق على كلام خالد، حسابات بتبقى مختلفه خالص، الفكر نفسه بتاع اللعيبه والتركيز بيبقى مختلف عن بطوله عالم انديه، الدنيا كلها بتتفرج عليك، وضع مختلف، اجواء مختلفه. ويمكن اغلب اللعيبه اللي شاركت في كاس العالم للانديه لما تيجي تتكلم معاهم يقول لك لا وضع تاني خالص، جو مختلف. عارف انت الاتحاد الدولي لما بينظم برضو الموضوع بيبقى غير، يعني قصه مختلفه. لكن اللي انا وجهه نظري او اللي شايفه توصل التحكيم حاجات كتيره، يعني تحكيم واجواء ملعب واخراج وحاجات كتيره ماشي هنتكلم فيها. لكن انت الماتشات اللي فاتت دي المفروض تبين وبوضوح ان انا عندي بعض الثغرات، بضيع فرص سهله، بضيع وقت كتير من الماتش ما بستغلوش، ممكن ابدا ماتشات بشكل يكون مش حسب او غير اللي الناس متوقعه. فانا شايف ان دي فتره كويسه قوي مع اهميه الماتشات بتاعت الدوري، تجهز ان انت تجهز نفسك. تمام. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها سريعا بقى عشان عايز انقل من كاس العالم. حاضر. النقطه اللي عايز اتكلم فيها ان الطموح ما ياخدش، ان انت بتلعب مع فرق مصنفه، فرق كبيره، فالناس ما يبقاش المردود سلبي. أيوة. يعني الله لا يقدر الاهلي ما وفقش وبتاع تلاقي الناس بتهاجم لا ده مش صح، انت بتلعب يعني في كاس العالم. يعني انت ممكن تلاقي مثلا جماهير فرق تانية بتيجي تكلمك تقول لك انت ده انت خسرت مثلا مش عارف مين يا راجل وخرجت من كاس العالم. ايوه عارف اللي هو انت 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 راجل واخد دكتوراه وبتعمل مش عارف ماجستير وبتاع، وتلاقي واحد مش عارف ياخد اعداديه فبيجي يعايرك ان انت ما خدتش الماجستير. بس انا مش عايز ده ياثر على كلمه الطموح بس يعني فانا مش عايز الناس تتاثر، كل واحد يبقى عنده طموح، المهم انه يقدر يحققه. بالظبط. فانا مش عايز الناس تتاثر باي نتائج. انت بطل افريقيا وصعد، مش بقول كده ان الاهلي مش هيحقق، لا انا متفائل خير ان الاهلي، لكن انا خلينا اتفق ان احنا مش محظوظين. يعني انا كنت اتمنى الاهلي يلعب، مش السيناريو الافضل يعني اللي كنا نتمناه، مثلا بطل هيونداي، بطل كوريا، وبعد كده لاعب بطل امريكا، وبعد كده يعرف يبقى عندنا في فرصه. ايوه لكن الموضوع هو انت اتخلقت المهارات الصعبه برضه. يعني غنى برضه اقول لك لا دايما انا في البدايه قلت لك الاهلي يعني الناس يعني دايما انا بقول لك احنا مش يعني القرى ما في اوقات كتير جدا، في اوقات كتير جدا الناس بتقول لك لا الاهلي كده خلاص، وبتلاقي الاهلي هو بالظبط. يعني احنا يمكن لينا تاريخ في التاريخ في المواجهات مع البايرن قبل كده، يعني والماتشات بين الاهلي والبايرن بتبقى يعني المنافسه شويه رايحه هنا وشويه رايحه هنا، الدنيا مش بعيده قوي ولا ايه يا ابو علي؟ على كل الاحوال خليني افتح مع حضراتكم نفس السؤال الحقيقه، يمكن ده اللي هبتدي بيه اللي قلته لحضراتكم. وانا من بدايه لو حضراتكم تفتكروا من بدايه ما تم الاعلان انه هيتم تطبيق تقنيه الفار هنا في مصر تفائلت خير، وقلت انه هتكون واحده من اهم الوسائل المساعده للحكم واللي تريح بشكل كبير جدا بقى الاشكاليات والمشاكل اللي كانت بتحصل نتيجه
غياب الفار، لكن للاسف الشديد جدا انا بعتقد انه الفار اثر سلبا على الحكام. ليه هقول لحضراتكم؟ لانه لما كان ما بيبقاش فيه فار والحكم بيعمل او بيعدي لقطه مهمه او ما بياخدش باله من اللعبه او ما بيحسبش بينالتي او ما بيحسبش هدف وما فيش عندنا وسيله الرجوع لتقنيه الفار، كان الجمهور ما بيقدرش بيلوم على الحكم بس ما بيقدرش يدوس قوي. لكن النهارده مع وجود تقنيه الفار، لما الفار ياكد خطا الحكم ويتغاضى عن نفس الخطا، دي بقت مشكله اكبر، لان ردود افعال الجماهير بتبقى عنيفه جدا وما بتبقاش متقبله التجاوز عن النوع ده من الاخطاء. عشان كده الحقيقه بقى في ضغط شديد جدا على الحكم المصري. سؤالي اللي هبتديه لحضراتكم هو نفس السؤال اللي ابتديته في الحلقه النهارده مع الجمهور. هل حضرتك تعتقد استاذ خالد انه تقنيه الفار ساهمت في الحد من الاخطاء التحكيميه، نعم او لا وليه؟ طب ممكن بس ارجع سنه كده لورا؟ اتفضل. حضرتك بتقول ان اصبح ان في ضغط شديد على الحكم المصري. طبعا. نفس السؤال انا ممكن اقوله، هو اشمعنى الضغط الشديد ده ما بيكونش الا في مباريات الاهلي؟ ما هو برضه في ضغط وكل حاجه، انما ما بيظهرش كل الاخطاء الفجه زي ما وصفها خطاب النادي الاهلي الا في مباريات النادي الاهلي. في حاجات وفي قرارات، خلينا في القرارات دي هنجيها بعدين نتكلم في التحكيم. في قرارات للحكام وفي قرارات للفار بتحتسب على النادي الاهلي وبتلاقي اصعب منها في مباريات للمنافسين الثانيه، خلينا نقول بشكل مباشر كده الزمالك، وما بتحسبش. هو ده بقى ناتج عن الضغط. طب هل الضغط ده على الاهلي فقط والزمالك لا؟ يعني مثلا المفروض لو في ضغط والناس بتخاف تخاف مثلا من الجماهيريه الاكبر، ده هو كده. انما انت بتحس ان في حاجه مش مفهومه. النادي الاهلي في خطابه الاخير قال جمله كويسه قوي، قال ان النادي الاهلي دايما، فيما معناه يعني، دايما كان ما بيرضاش يرد او يترفع مثلا في بعض الاوقات على اساس ان هي كانت غلطه وبتعدي غلطه بشريه، انما يمتد الامر للفار، لا ساعتها انت بتحس ان في مشكله بقى، في مشكله ولازم تقف. الناس متخيله ان تحرك النادي الاهلي هو مجرد خطاب انت بتبعته لاتحاد الكره وبس، لا، النادي الاهلي مش كده. النادي الاهلي مش كده. طب النقطه دي مهمه جدا، لانه كتير من جماهير النادي الاهلي الحقيقه تعليقنا على نفس السؤال ده، احنا طرحناه في حلقه امبارح الحقيقه، وانا تابعت ردود الافعال بنفسي وشفت ردود الجماهير، والحقيقه طبعا هي بتعكس غضب عنيف الحقيقه، مش بس من التحكيم لكن من المنظومه ككل. ويمكن في كتير من الجماهير اشاروا باصابع الاتهام لكتير من الجهات بعينها، لكن الاهم من ده، انت عارف، هضرب لك مثال بسيط. هل هو متعمد؟ لانه الناس شايفه واحد، اولا انه لابد ان يكون في موقف قوي من مجلس الاداره، وانا عايز استاذ خالد كان بيتكلم في النقطه دي، يا ريت توضح للناس ايه هو الموقف اللي حضرتك شايفه مناسب لحجم الخطا، توضحها للجمهور. وهل برضو من وجهه نظرك انت شايف انه في كلامك كده استشفيت انه في شبه التعمد، بس انه المشاكل دي تحصل في ماتشات النادي الاهلي؟ خلينا نمسكها واحده واحده. اتفضل. اول حاجه انت حضرتك بتتكلم على الخطوات اللي ممكن تعملها، لازم قبل ما تفكر او تتكلم على نادي بيفكر بشكل مؤسسي يتصرف ازاي، وما بين انك واحد مش مسؤول هتفكر ازاي. اي واحد مش مسؤول يقول لك انا انسحب من الدوري دلوقتي. وشفت الكلام ده كله. مش معنى كلمه مش مسؤول ان هو ما بيفكرش، اقصد مش مسؤول جوه النادي الاهلي. وفي فرق ما بين مسؤول جوه النادي الاهلي ومسؤول في اي نادي تاني، وليس تقليلا من اي نادي تاني. انما انت بتفكر لنادي في بيشجعه مئات يعني 100 مليون او الناس هتقول لك انت عديتوهم، ما علينا، احنا عارفين جماهيريه النادي الاهلي قد ايه. انت بتفكر ازاي تتحرك. فالتفكير المؤسسي بيقول انك لازم تبعت، وانا اعلم ان كان قبل الخطاب اللي رايح لاتحاد الكوره إن جرت اتصالات بين المسؤولين في النادي الأهلي، اللي بيحصل غلط، اللي بيحصل ما يصحش. أعلم إن كان في توثيق، أنا بقولك على معلومات بقى، كان في توثيق للأخطاء اللي بتتم في مباريات النادي الأهلي بالفيديو وبتهدر عليه نقاط، وكان أخطاء برضو اللي بتتم لصالح نادي الزمالك وبتهديه نقاط عشان النادي الأهلي يستعد للحظات اللي زي كده. انت النادي الأهلي زي ما بقول حضرتك بيفكر بشكل مؤسسي. هتعمل ايه الخطوة التانية؟ انك رحت بتخاطب الجهة المسؤولة عن إدارة المسابقة وهي اتحاد الكرة. هتروح لفين؟ المفروض ان هو دلوقتي يا اما يرفع الزوم اللي عليك، يا اما انت المفروض بتروح خطوة تانية، خطوة تصعيدية اللي قدامك، انك هتروح للاتحاد الدولي لكرة القدم. طيب. انا عايز اروح لمحمد بس، لانه للاسف الشديد بعد المشكله بتاعه المباراه حصلت مشكله كابتن الشناوي.
وكان قرار بإيقاف الشناوي القرار اللي احنا وصفناه بالسريع او المتسرع، احنا ما فهمناش ازاي ده ممكن يحصل قبل ما الاسبوع يخلص. ده الحقيقه زود كمان من يعني من حاله الاحتقان عند الناس يا استاذ محمد. انت دي لو دلت بتدل ان في تربص على الاهلي. انا دلوقتي الماتش اتلعب الساعه 5 خلص الساعه 7، الراجل الحكم ما كتبش في تقريره اي حاجه، ولو افترضنا ان الراجل ده ولا ادى الكابتن محمد لا انذار ولا انا معلش ليه مدافع ولا ادى له انذار. خليه يكمل واسمح حضرتك بالمداخله. بس عشان يعني عارف انت يعني ايه، انا دلوقتي جيت تلفظت او عملت تصرف خارج معاك او ما عملت تصرف خارج مع اي حد، الطبيعي الرياكشن بتاعك انت كحكم هتطلع لي انذار لو أي. العمليه يعني ايه عارف سهله تمام. لو الراجل ده انا مثلا شناوي اخطا بقى وتجاوز والفعل زي ما بيقولوا يستدعي الاربع ماتشات، اقل حاجه الحكم يعملها يعمل ايه؟ هيطلع له كارت احمر ويطرده. صحيح، ده الطبيعي اللي احنا نعرفه. لكن الحكم ما خدش اي اجراء اداري مع الشناوي، وحسب معلوماتي وحسب اللي عرفته وحسب الكلام اللي حصل مع الحكم حكم المباراه، وعلى فكره مش يعني ناس كتيره شايفه ان انا شايف من افضل الحكام اللي اداروا ماتشات للاهلي من اول انطلاق الدوري ده الحكم ده. هو الراجل حتى الجون حسبه، التاثير نفسه كان جاي عليه من الفار، والناس في الفار صمموا ان الهدف في كذا وفي كذا وفي كذا، يعني ضغطوا عليه لدرجه ان الراجل رجع في كلامه في الهدف. فاللي انا عايز اقوله الراجل ما خدش عقوبه اداريه على الشناوي، ما كتبش في تقريره ان الشناوي اخطا، فانت ليه تدي الشناوي ايقاف زي كده وليه بالسرعه دي ان بعد قبل 24 ساعه من التعدي؟ والسؤال الاهم ليه اعتماد على فيديو بالزبط. يعني ليه اعتماد على هم قالوا كمان اعتماد فيديو. يمكن احنا في بعض الصور موجوده مع الاعداد في ماتشات الزمالك، يمكن لشيكابالا، وفي ماتش بيراميدز رمضان صبحي، وقبليها لمصطفى محمد محمود عاشور، والصور دي موجوده لو في امكانيه ممكن نعرضها لو الزملاء ممكن يجهزوها لنا. انت ليه ما اعتمدتش على الفيديو في الـ في الـ في, الـ في الصور دي او في المواقف دي؟ يعني انت ليه ما ركزتش على الفيديو مع ان انت قلت يعني رئيس لجنه المسابقات قال ان انا اعتمد على الفيديو. ايوه، طب ما اعتمدتش ليه في الحالات دي؟ دي نقطه كويس. النقطة الثانية دي الصورة اللي انت تقصدها مثلا، دي صورة مثلا هل مصطفى محمد بيقول له حاجة في ودانه مثلا احنا ما نعرفهاش، او بيقول له يا كابتن المفروض تعمل ده موقف يعني لو حصلت في دوري مثلا درجة 10 لازم اللعيب ده يتعاقب، وما شفناش اي يعني لا اي اجراء. هو السؤال زي ما احنا قلنا لفت نظر المساواة في الظلم، يعني حتى اذا كان ده في ظلم واقع على كابتن محمد الشناوي. هقول لك حاجة طبعا. لما تلاقي الاخطاء كلها هنا الشيكابالا بيقول له بص في عينيا كده يعني ده بص الطريقة مع اللاين مان مثلا حكم المساعد لما تلاقي التجاوزات كلها في اتجاه فريق واحد وتلاقي ان فريق التاني بيستفيد على طول الخط وفريق تاني بيتظلم على طول الخط، ده مش سوء مستوى تحكيمي ولا هو خطأ من الفار ولا ان في مثلا الحكام عندنا بعافيه شويه، لا ده هنا في حاله تربص. انا لما الاقي الزمالك بيتجامل قدام انبي ركلتين جزاء ما بتحسبوش، والاقي الزمالك قدام المصري ركله جزاء. طب اقول لك حاجه بالمناسبه، انت عارف حكم الفار في ماتش المصري الكره اللي جت في ايد عبد الغني لو نعرضها في مباراه المصري وهو واقع على الارض والكره جت في ايده كان محمود عاشور هو حكم الفيديو. في كوره نفس الكوره السنه اللي فاتت على رامي ربيعه اتحسبت ركله جزاء جت من اللي جت في راسه في ايده بالظبط، جت في راسه. عارف مين اللي كان بيحكم الماتش ده؟ كان محمود عاشور. يعني محمود عاشور اللي حسب ركله الجزاء اهي دي بتاعت الزمالك والمصري، كان حكم الفار محمود عاشور. هو محمود عاشور بهو نفس القانون بهو نفس اللوائح اللي ما اتغيرتش كان بيحكم ماتش الاهلي وحسب ركله جزاء على رامي ربيعه، برده الصوره موجوده لو نقدر نجيبها، بتخبط في راس رامي ربيعه وبتيجي في ايده، ومحمود عاشور هو نفس الحكم بنفس التقدير ما بيحسبهاش، بيحسبها على رامي ربيعه. فهنا مقياس العداله زي ما بيقولوا كده دي كره رامي اللي جت راسه يعني جت راسه محمود عاشور حسبها ركله جزاء. ايوه فاكرها دي. هو محمود عاشور ما حسبش على محمد عبد الغني ركله جزاء في مباراه المصري. طيب نفس الكلام في ماتش بيراميدز ليه هدف صحيح ما اتحسبش، مباراه انبي ضربتين جزاء لانبي يمكن الناس ما خدتش بالهم ويمكن اتعرضوا دلوقتي ركلتين جزاء لانبي ما اتحسبوش، ماتش المقاولين في بدايه الماتش ركله جزاء برده ما اتحسبتش. لما تلاقي الدنيا ماشيه كلها في صف الموضوع مش اهلي بس يعني لا مش اهلي ده انت بتلاقي فريق على طول الخط بيتجامل وفريق تاني على طول الخط بيتظلم نفس الشوط ده نفس المسكه بتاعت ورمضان خد ايقاف ماتش عشان طرد اللي هو اللي خده ازدواجيه المعايير دي وعدم وضوحها مش ازدواجيه معايير ايوه نفس ما يبقى عندك نفس الموقف ده هنا تربص تتصرف معاه هنا بشكل وبطريقه هل رئيس نادي الحكام مثلا اللي في يوم من الايام قال انا جايب لرئيس نادي الزمالك حد بيحبه او حكم بيحبه عنده مشكله مع الاهلي، هل رئيس لجنه المسابقات مثلا مش قادر ينسى ان هو مشي من قناه الاهلي وزعلان لحد دلوقتي؟ في حاجات في لغز احنا مش قادرين نفهمه. حاله التربص دي من مصلحه مين انت تعدي جماهير الاهلي؟ من مصلحه مين انت طول الخط ضد الاهلي؟ يعني انت جون البنك مفيش حكم قال ان الجون ده مش صحيح
الا الكابتن احمد شناوي وابنه، ابنه كان هو حكم الفار بيدافع يعني. ودي برضو من الحاجات الغريبه، انت حكام اجانب بيقولوا الهدف صح، حكام مصريين كلهم بيقولوا الهدف صحيح بيتلغي، محمد شريف هدف صحيح قدام المقصه وتلغى، كهربا هدف صحيح قدام كليوباترا بيتلغي. وعلى فكره مش شرط انت كسبت، كان ممكن ماتش يتقلب في لحظه. قلت الكلام ده امبارح، ماتش دجله ضربه جزاء لبيكهام، وفي كوره برضو لمحمد شكري في ناس كتير ما وقفتش عندها في اخر ماتش، يمكن الصوره برضو موجوده، انا كنت سايبها مع الاعداد او الفيديو، نفس يعني ناس كلمت في كوره بيكهام مش شد او الجذب من الدراع في منطقه الجزاء، وما اتكلموش على الكوره دي. محمد شكري بيعمل الكوره اللي هي الدبل كيك زي ما بيقولوا، ولعيب دجله رافع رجله بمستوى فيه من الخطوره على اللاعب، يعني اي حكم صاعد زي ما بيقولوا يحسبها ركله جزاء، او على الاقل تتحسب ركله حره غير ركله حره غير مباشره. طيب بتشوف انت الكلام ده بتحتار او بتتضايق؟ طيب يعني عايزين الاجابه طبعا. دي ضربه جزاء بيكهام في ماتش وادي دجله. بص اللي هو الشد من الدراع، طب الفار انا عايز اعرف الحكم ما شافهاش، الفار ما شافهاش، هو ده اللي انا بقوله. يعني في اوقات كتير جدا انا ممكن هنا عليه. ممكن هنا اقول انه الحكم في ظروف طبيعيه ما شافهاش، واذا ما كان تمركزه في الملعب او الفار إيه؟ لكن الفار بيعمل ايه؟ هو ده السؤال. كوره محمد شكري نفسي يجيبوها برضو يعني بيبو لو جابها لنا على ما شافهاش، عادي سهله جدا. ما شافهاش لا يعني، لا يعني لا ده بنفس لا بنفس لا المنطق يعني يبقى ايه لازمته؟ يبقى ايه لازمته؟ انا بقول لك ده بنفس المنطق يعني. لا انا عندي لازمت. بس لا عندي مداخله مهمه، بس اكمل حاجه صغيره يا خالد معلش، انا محتاج اروح فاصل. حاضر، حاجه صغيره قبل الفاصل عشان ما اقطعش كلامك خالد. انت تعرف ان لا محمد الحنفي ولا امين عمر ولا محمد معروف ولا البنا ولا محمود بسيوني ولا سعيد حمزه، يعني السته او السبعه دول حكام دوليين ولا حكم فيهم حكم للاهلي السنه دي؟ واغلب او 90% من الحكام اللي حكمت للاهلي اغلبهم حكام ممكن يكون مش دولي او حكم اول مره يحكم ماتشات، لا ساحه ولا فار. طب ولا ساحه طب انت لمصلحه مين الكلام ده؟ طب هو انا مش عارف برضو، احنا بنطرح السؤال ده على الاستاذ كابتن وجيه احمد، لمصلحه مين الكلام ده؟ انت شايل الحكام الدوليه دي للاهلي لامتى؟ هتحكموا الاهلي في كاس العالم للانديه مثلا؟ طيب لحديث بقيه وتعليقك استاذ خالد هسمعه منك، بس بعد ما نروح لفصل سريع ونرجع نواصل مع حضراتكم في السادسه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، برضو بفكركم بالسؤال واستعرض مع حضراتكم اجزاء من اجابه الجمهور. يمكن طبعا جزء كبير جدا من الجماهير اما يعني او الغالبيه الكاسحه، ومش جزء كبير، الغالبيه العظمى او الغالبيه الكاسحه اتفقت انه الفار كان غير مؤثر على الاطلاق، بالعكس شايفين انه الاخطاء التحكيميه زادت في وجود تقنيه الفار. وجزء كبير منهم وده الشق الثاني كان بيتكلم على ردود الافعال، بدايه بقى من عوده الجماهير للمدرجات، لوقفات احتجاجيه، لمطالبات لمجلس الاداره باتخاذ رد فعل قوي، وفي ناس طلبت حتى بالانسحاب من بطوله الدوري، الكلام كثير جدا وكله موجود على صفحات الاهلي تي في وعلى سؤال السادسه، هل ساهمت تقنيه الفار في الحد من اخطاء التحكيم ولا لا؟ او على سبيل المثال طبعا للحصر، لان احنا بنتكلم على يعني ناس كثير جدا مجاوبه لا طبعا، لان القصه مش قصه فار، انما الموضوع في كيفيه استخدامه. في ناس بتقول محمد سعيد بيقول الفار تقنية عادلة بطبعها، حكمها نافذ وشفاف، لكن مع حكام يجيدون الجلوس عليها. مساء الخير، تقنية الفار مهمة جدا لكن للأسف شديد تستخدم بشكل خاطئ، ونشعر أن في توجيه للإضرار بالأهلي واستفادة المنافسين، ويرجى مراجعة القرارات لتأكيد كلامي. ده يحيى تمساح. عادل جورج بيقول نعم وده هدفه، لكن للاسف في مصر لا، لسببين، عدم كفاءه حكام علاوه على اهوائهم في تنفيذ اجندات معينه، وضعف امكانيات الاجهزه وتوجيه المهندس التقني. دي بعض الاصوات اللي كان بيتكلم عليها جماهير النادي الاهلي. طيب احنا اتكلمنا هنا انه في اجماع انه الفار ما ساهمش في تطوير، او يعني كاداه مساعده ما ساهمش في تطوير منظومه التحكيم في مصر، دي واحد نقطه في اتفاق عليها، واللي يمكن انتوا ركزتوا عليها جدا واتكلم فيها استاذ خالد، انه علامه الاستفهام الاهم انه ده بيبقى واضح بشكل كبير جدا في ماتشات الاهلي فقط، وبيضر مصلحه الاهلي على عكس من مصلحه المنافسين. ده اللي احنا اتفقنا او ده طبعا اللي احنا وصلنا له في الجزء الاول من حوار. طبعا انا عايز بس ارجع لقبل الفاصل، انا كنت قلت ان انا ليا مداخله. اتفضل. الاعلام والجماهير بنوا فكره ان الحكم ما كتبش في تقريره ما حدث بناء على تاكيدات الاعلامي ابراهيم فايق في برنامجه الدرجه الثالثه. ده اللي حصل، كله بنى وجهه نظره على كده، والكل تابع تقريبا من نفس المصدر على الكلام ده. ثم رقم 2، الاعلام بنى كل ما يقال عن ايقاف حكم الفار
على نفس المصدر والجميع يعلموا والصحفيين نقطة نظام. اتفضل. نقطة نظام نوضح. اولا مفترض انه الطبيعي يعني احنا الشيء الطبيعي او النمط اللي احنا تعودنا عليه انه لجنة المسابقات بتجتمع في نهاية الاسبوع بعد ما ماتشات الاسبوع كلها بتتلعب. معلش سيبني بس اكمل فكرتي الاول او اكمل الخبر الاول صح كده؟ طب بس حط في اعتبارك النقطتين دول انه لجنه المسابقات مفترض بتجتمع في النهايه وانه الحكم اللي احنا شفناه ده موضوع وده موضوع تاني. هو عنده خبر هل حد تواصل مع الحكم؟ بلاش عشان ايه الحكام ممنوعين من ان هم يصرحوا. تواصل مع حد من المقربين مع الحكم؟ انا تواصلت مع حد من المقربين مع الحكم. خليها بس عشان اقول لك ممنوع ان الحكم انه يصرح. تمام. قال لك التقرير الموجود فيه الكلام ده. ويبقى السؤال ثانيه واحده بس. يبقى السؤال اللي انت بتقول ده يا استاذ خالد معلومه مش وجهه نظر. لا مش او وجهة راي نظر. شخصي لا معلومه وانا متاكد منها كويس قوي. تمام. وعلى من يريد النوايا رجاني ممكن احنا نتكلم مع بعض. اللي حصل ان الاستاذ ابراهيم فايق قال ان هو ما كتبش وعنده مصادره في لجنه الحكام او لجنه المسابقات. المقربين من الحكم قالوا انه التقرير مكتوب فيه. خد بالك من النقطه دي كويس قوي. التقرير مكتوب فيه. هل هو كتب بعد ما قيل لي او بعد ما سلم التقرير فتم مراجعته في التقرير وتقال له اكتبه؟ الله اعلم. انما اللي قاله الحكم خش بالخبر مكتوب فيه. يعني الحكم اداني الشناوي مكتوب فيه اللي حصل، مكتوب فيه اللي حدث، بس قبل ولا بعد؟ يعني بعد ما هو بعت وتقال له انت في الواقعة ولا لا؟ لازم برضو الناس تسال ولازم انا ما هنا التساؤل يعني برضو. يعني يعني هو لو الحكم اداني الشناوي، ما انا دلوقتي شايف لعيب في الملعب بيسيء التصرف معايا او بيقوم بفعل خارج او باقي الخبر زي ما بيقولوا. طب انت ليه ما طردتوش او ليه ما اديتوش مفيش حد توقف من الحكام ولا من الفار؟ مفيش حد توقف منهم. يعني ما قيل في الاعلام ان حكام الفار توقفوا وان حكم انحكم وقيل في بعض المواقع ان محمد ميدو سلامه محمد سلامه ميدو هم ما قالوش اتوقفوا، هم قالوا اتمنعوا من اداره ماتشات الاهلي. لا هي لا اتقالوا اتوقفوا. لا 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 اتقال ان هم اتمنعوا من. معلش معانا بغض النظر يعني في الاهلي اتوقفوا؟ لا هيكملوا عادي وهيحكموا عادي، ولجنه الحكام جوه الاتحاد اكدت ان هم ما عملوش اي خطا وان قراراتهم كانت كويسه. انا بقول لحضرتك على المعلومات مش بقول لحضرتك اجتهادات، لا معلومات انا متاكد منها واللي من الناس اللي بتغطي الاتحاد عارف كده كويس. ما قيل في الاعلام او ما تم تسريبه للاعلام كان بهدف تهدئه الامور. يا جماعه احنا وقفنا حكام الفار، احنا وقفنا او الحكم موقوف، لكن الحاج بيتاكدوا ان ده غير صحيح. محدش تم ايقافه غير صحيح. لا مفيش اي حكم تم ايقافه، والعكس ان لجنه الحكام قالت ان كل قرارات الحكام كانت صحيحه. هو اللي انا تابعته الفتره اللي فاتت يعني مع احترامي كلام خالد ان لا لجنه الحكام صرحت ولا لجنه السويس صرحت ولا لجنه السويس، ما حدش صرح، هو ساب الموضوع ما كلها مبهم. مصادر يا ماشي ما هو كل واحد على انت راجل صحفي وعارف. لا ازاي بص انا دلوقتي لما اطلع اجتهد. خلينا نفصل بين الكلام الرسمي عشان برضو ما نتشنش. طبعا انا بقول لك ده اللي انا بتكلم فيه. يعني على فكره الكلام الرسمي وبين الكلام اللي موجود على مواقع التواصل. طب ماشي ما احنا دلوقتي بنبني، احنا دلوقتي طالما احنا بنقول نفصل بين الكلام الرسمي، ما احنا دلوقتي بنبني الكلام على برضو كلام مش رسمي. احنا بنقول ان الحكم ما كتبش في تقريره صح، ومعظم وسائل الاعلام بتقول ان الحكم ما كتبش في تقريره. انا اللي يهمني بصراحه عايز اعرف هو الحكم كتب في تقريره قبل ما يتم مراجعته ولا بعد؟ لا انا عايز اقول قبل التقرير. معلش يا استاذ خالد يعني قبل التقرير هو حتى اظن انه يبقى في تجاوز من لفظي او جسدي من لاعب ضد حكم والحكم على اقل تقدير مش هيطلع كارت اصفر يعني لا يعني. انا اظن ان ممكن الحكم شايف ان اللي حصل قدامه ده كان حصل بشكل عفوي زي ما اتقال في الاعلام وبشكل عادي، وقدم تقريره على كده اظن والله اعلم، واتقال له لا اكتب في التقرير كذا. لازم برضو الناس تراجع ليه الحكم ما قيل في الاعلام. يعني لو السيناريو حاجه بتقوله ده حصل ده شيء يدين الحكم قبل ما يدين كابتن محمد الشناوي. عشان نبقى صراحه ما فيش حاجه هو انا هنا بديني لو حكم اتقال له اكتب في التقرير كذا ما ينفعش يحكم وما ينفعش يبقى حكم. ولو الناس اللي موجوده على زي ما خالد بيقول قالوا للحكم اكتب كذا في تقريرك او ضيف لنا كذا او حط لنا الموقف بتاع الشناوي والكلام ده كده تبقى منظومه التحكم. العقوبه تمت على اي اساس يا استاذ محمد؟ ما انا بتكلم في كده. العقوبه اللي صدرت في حق محمد الشناوي بصرف النظر على انه الراجل ده اخطا او ما اخطاش، دي مش نقطه نقاش، مش محل نقاش خالص دلوقتي، خليها بعدين على جنب. اخطا ما اخطاش تتفق مع تختلف مع دي قصه ثانيه. أنا وجهة نظري لكن صدرت عقوبه. العقوبه دي صدرت بناء على اي اساس؟ عقوبه الشناوي هي رد على اخطاء النادي الاهلي. هي عقوبه الشناوي على اخطاء النادي الاهلي.
ما انا جايلك في كلام بس مش عايز اسمعك ولا عشان جواب. هي امتداد لحاله التربص اللي من بدايه الموسم. لازم يبقى ليها منطق يا استاذ محمد. منطقك ايه لما الحكم نفسه لا ادان اللاعب ولا طلع له انذار ولا طرده ولا صدر اي حاجه في الماتش؟ الماتش انتهى. طب ما هو ده الحكم نفس الفكره اللي بيقولها يا محمد. ده بيقولها نفس الفكره اللي انت بتقولها. الحكم ما ادانش. كتب في تقريره ليه؟ ما انا بقول اذا كان املي عليه مثلا. انا بقول ما يبقاش حكم عشان كده. عشان وقتنا كده ما يبقاش عشان حكم. عشان ان هو عشان املي عليه دي ما يبقاش حكم. طيب عشان املي عليه دي يبقى الناس الموجوده دي متامره. انا امبارح قلت انه بالنسبه للنادي الاهلي ككيان وكاداره وكلاعبين وكجهاز وكجمهور اللي فات مفرط في حقه يعني. تمام اللي فات ما ماتش. اللي فات ما ماتش. الاهم عشان نضمن الا تتكرر مثل هذه الاحداث من وجهه نظركم ده مسؤوليه لجنه مسابقات، مسؤوليه لجنه ثلاثيه، وان كانت طبعا هي مسؤوليه مؤقته مش عارف هتنتهي الشهر ده زي ما يعني طلب الفيفا ولا هتستمر في عملها، ولا مسؤوليه لجنه حكام؟ ايه المعايير، ايه الشروط، ايه الضوابط اللي تحقق مبدا العداله والمساواه في مسابقه الدوري العام؟ لا هي مسؤوليه منظومه متكامله. دلوقتي حضرتك بتتكلم في منظومه مش معروف لها اي اساس للاستقرار. احنا بيحكمنا مجالس مؤقته المفروض بقالنا كام سنه على نفس الوضع. ده امر خارج عن اراده ماشي. ما هو في النهايه لو حضرتك خالد انا دلوقتي ازاي اجيب رئيس لجنه حكام متسرب له مكالمه بيتكلم فيها مع المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكوره وبيقول له انا جايب لرئيس الزمالك الحكم اللي بيحبه، ده يجي ازاي بقى؟ انا امنه ازاي بعد كده ان هو يبقى رئيس لجنه حكام دلوقتي؟ طب ما هو ده نفس ما هو ايه اعقلها وتوكل. انا ازاي ناس في القصه دي كلها ان الراجل اللي موجود ده وعنده تسريب بيدينه وبيقول ان هو راجل الموضوع في الحكام بس يعني طب ما هو القصه انا قصتي حكام انا بظلم الحكام. لا الموضوع مش في رئيس لجنه حكام بس، ده منظومه متكامله. لا ما لا انا اللجنه الموجوده لسه معلش ما تحدد لي مسؤوليات. اصل منظومه متكامله دي واسعه قوي. يا استاذ احمد انت ما عندكش حد حط استراتيجيه، انت عندك حد، عندك واحد عايز يمشي المركب وامر واقع شهر وشهر ونص. امر واقع ومفروض علينا ازاي نمنع الازمات دي انها تستمر. لازم يكون في رابطه، الرابطه تجيب مجلس منتخب يحط استراتيجيه لسنه واثنين وثلاثه واربعه. السنه دي احنا مستهدفين كذا. السنه ما انت لو عملت انت بتتكلم على الدوري يا محمد ولا بتتكلم على مستقبل الكوره؟ خلينا خليني اغير سؤالي واقول في حلول في حلول طويله سيزان. المدى في حلول طويله المدى. وانا يمكن طرحت فكره رابطه الانديه وانها ممكن تكون مخرج من مش بس اشكاليه التحكيم، من اشكاليات كتيره جدا بتعاني منها. احنا عايزين نتفرغ للكوره شويه، يعني الواحد بيحب يروح للكوره عشان يستمتع. متعه الناس كرة القدم. لكن الكوره النهارده بقت مصدر احتقان وغضب وثوره وفتنه انا دلوقتي وخصومه. بص يا استاذ احمد انا لو انت عارف يا استاذ محمد احنا كنا بنتكلم بنقول احنا متوقعين ان الموسم ده يبقى اكثر هدوءا يعني. أيوة في حاجات حصلت عليه. يعني بناء على معلش اكثر بناء على ما تقدرش تنكر انه السنوات الاخيره نتيجه مسؤولين كانوا موجودين على الساحه كنا داخلين في مساحه مهاترات واهانات واساءات كل ده خلاص يعني استريحنا. كنا متوقعين انه الدنيا السنه دي هتبقى اهدى شويه. ازاي منظومه ناجحه او ازاي مسؤول ناجح يجيب لا معلش معلش بيقول فيها كذا؟ انا سالتك سؤال واضح وصريح. استاذ خالد بيتكلم على رابطه انديه قلت له ده لغايه لما يبقى الدوري يخلص ان شاء الله. خلينا نعتبر ده تمام حاجه كويسه. ده حل بعيد المدى. انت شايف في حلول قريبه المدى؟ يعني هل انت شايف انه في حلول او اجراءات من الممكن اتخاذها؟ انا متوسم خير في اجتماع اللجنه الثلاثيه اللي جاي وهيناقشوا الاحداث اللي حصلت، واتوقع ان عقوبه الشناوي تتخفف خاصه زي ما قلت لك ما كانش فيه عقوبه اداريه، ما كانش فيه الحكم ما ادانش اللاعب عن طريق طرد او الانذار. الشناوي رصيده او يعني تاريخه بيقول ان هو عمره ما تجاوز قبل كده او كان ليه حاجه سابقه زي كده تدينه. ما شفناش حاجه يعني اعتداء او حاجه، حتى لو بينده للحكم وبيقول له كلمني او زي ما عرفنا من اللعيبه او عايز يتناقش معاه وبيقول له انا كابتن الفرقه جاي اتكلم معاك. يعني كابتن الفرقه المفروض يروح يعني بيتكلم بشكل عادي. انا مش شايفه خارج وانا شايف ان الحكم عمل الموضوع بشكل درامي شويه، اللي هو بيبص اللاعب من فوق لتحت. يعني الفكره يعني على فكره دايما بنشوف انتقاد منه او دايما يعني بنشوف اي قائد لاي فريق بيروح يتكلم مع الحكم وبعدين الماتش خلص. بص يا خالد هو الماتش خلص حته الشناوي نقول غلط لكن انا بتكلم في ايه؟ ان ممكن يكون بس مش سلوك غير رياضي يا محمد. بالظبط وتحسست انها كانت خناقه. ما هو في اللائحه سلوك غير رياضي دي زي اللي عمله مثلا شيكابالا في الكوره اللي احنا جبناها وعرضناها من شويه. ده اسمه سلوك غير رياضي. سلوك غير رياضي زي اللي عمله رمضان صبحي في المباراه. لا لا لا. اللي هو بيغرز ايده كده في دراعه. اصل هنا المساله نسبيه او تقديريه. اما اتكلم على سلوك غير رياضي هل هو محدد لاعتداء لفظي زي الاعتداء الجسدي؟
هل لفظ اعتداء يعني انا لو شديته من التيشيرت بتاعته او اللبس بتاعه زي ما اكون شديته من دراعه زي ما اكون جبته من رقبته مثلا، يعني ده كله معرف ومفهوم بالنسبه للناس ومعروف عقوبه كل حاجه منهم ايه؟ ما هي الامور لازم تبقى محطوطه، يعني اذا كنت بقيس وبقيم وبقدر لابد ان يكون في معايير واضحه الجميع متفق عليها. مظبوط، تطبق على الكل. انما لما لاعب مثلا كابتن النادي مثلا، احنا ما قلناش انه ما اخطاش انه يمسك ايد الحكم، مفيش مشكله تاخد بالك، بس الموضوع كان في اطار انا بتكلم معاك، انا بتكلم معاك بس هو بيلفت نظره، لا نبرر الخطا، انما انت خلاص عايز تعاقب محمد الشناوي، ما عاقبتش كل دول ليه؟ لا بص بص، اللي انت لقطت النقطه لا دي نقطه مهمه جدا كويس، ما هي دي ازدواجيه المعايير، ما هي الشناوي مسك ايد الحكم واخطا. استاذ محمد، نفس جماهير النادي بنفس شافت ده بيحصل قبل كده وما شافتش اي عقوبه او جهه. هو ده سبب الكلام. بص بس اسمعني، لا انا بتكلم في ايه، ان الشناوي اخطا مسك ايد الحكم. طيب انت لما لعيب تاني اخطا ومسك ايد الحكم محمد الصباحي في ماتش بيراميدز ومسك ايده وشد وحصل اللي حصل بعد كده والراجل ادانه في التقرير بتاعه، حصل له ايه؟ خطرت وتوقف ماتش كويس؟ ايوه، خطرت في عقوبه اداريه بعد حصلت بعد الواقع على طول، بعد الماتش الحكم طرد وتوقف ماتش كويس. طيب نفس الواقع بنفس الطريقه وبنفس مسكه الدراع طبعاً. لا انا بقول لك مسكه، لو افترضنا ان مسكه الدراع اللي احنا شفناها احنا طيب. ما سمعناش مسك دراع الحكم هنا خد طرد وايقاف مباراه، وهنا ما خدش طرد والحكم ما ادلوش اي عقوبه اداريه يعني اداريه، خد ايقاف اربع ماتشات و20000 جنيه. انتوا بتقيسوا ازاي؟ يعني انتوا ماشيين على انهي قانون؟ ماشيين على انهي لوائح؟ بتطبقوا الموضوع؟ هل هو مثلا الموضوع ماشي كده بالحب؟ انا بحب رمضان يبقى خلاص ياخد انذار ويتوقف في ماتش، ما بحبش الشناوي او الناس اللي موجوده في مجلس اداره الاهلي دلوقتي ادي الشناوي اربع ماتشات لغايه دلوقتي ما جاوبش على سؤالي، الحلول قصيره. طب اتفضل، في لقطه ممكن تتاخد حتى على سبيل الاستدلال. أيوه. شفتها على احد المواقع، اللقطه كامله بتاعه محمد الشناوي من ساعه ما مسك ايده لحد ما هو خرجه، ومحمد الشناوي راح ممر اللعيبه وخرج الحكم. اولا لو في واحد، لو في السلوك الغير رياضي ده اللي بيرتكبه اي لاعب، كان افضل ماشي وراه ومصمم ومكمل. انما محمد الشناوي عمل ده، راجل مسي مشي، ده مشي من حته على فكره ومشيوا الاثنين جنب بقى على فكره، وفضل الفاصل الزمني او المكاني حتى اللي بينهم بسيط جدا، اللي هو كان ممكن ان هو يروح له ويتكلم معاه، بس هو عرف خلاص ان الحكم مش عايز يسمعه، هو مش مد ايده مثلا ومش عايز يسمعه، ده خد طريق وده خد طريق. فالفكره كلها لو في لاعب بيعمل سلوك غير رياضي بيفضل مستمر، زي ما فرجاني ساسي قعدوا يتحايلوا عليه 10 دقائق طيب عشان يخرج من الملعب، عشان نوصل يعني احنا متفقين انه اللي فات ما ماتش، ايه اللي يمنع؟ انا بيتهيألي انه لا قدر الله في حاله تكرار اي خطأ في اي مباراه جايه للنادي الاهلي، ردود الافعال مش هتكون ابدا هينه طبعا. الناس والحقيقه يمكن انا قلت انه حاله الغضب اللي شفتها من الجماهير بعد ماتش البنك الاهلي توازي حاله غضب كانك خسرت بطوله، مش خسرت نقطتين في 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 مشوار طويل جدا، والاهلي يا ما اتاخر ويا ما عوض. يعني لا اقول لك ليه، الفكره مش فكره المنافسه على البطوله بقد ما هو احساس شديد جدا بانه في ظلم متعمد متكرر، دي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي من يوم 27 اللي يمنع نهائي افريقيا. في حاجه شتتت جمهور الاهلي عن الماتش ده وكره القاضيه ممكن وقفشه والكلام ده؟ الماتش ده ودجله، مفيش حاجه بعد دجله، مفيش كمان حاجه بعد الخطا اللي بعد هي لسه موجوده مستمره والناس مركزه فيها. بس مفيش حاجه خرجت الناس من تركيزها. ايوه في دجله كانت الا حاله التربص اللي انا بقول لك عليها دي اللي موجوده، شايفين على طول يا ابني اديني فرصه اتكلم. ده انت حاله الاستياء اللي موجوده عند الناس من التربص اللي موجود على الاهلي. انت شايف على طول الخط الاخطاء كلها ضدك، حتى الفار اللي المفروض ان هو يبقى زي ما بيقولوا كده ايه مرجع. الوسيله الريفرنس اللي بترجع له وبتشوف الصح فين والغلط فين على طول ضدك. يعني حاجه غريبه، يعني الناس مش مستوعباها. فانت لمصلحه مين تستفز جماهير النادي الاهلي؟ ولمصلحه مين واللي هي الزمه كلنا متفقين ان هي الاكثر والاكبر على مستوى الشرق الاوسط كله؟ وبعدين بناخد بالنا بس من حته لمصلحة كمان، لمصلحه مين استفزازها؟ بناخد بالنا من حته انه الجمهور الحقيقه في الاخطاء دي قاعد جدا، والسوشيال ميديا واليوتيوب سهلوا كتير جدا. يعني اللقطه بتاعت كابتن محمد شناوي امبارح شفت بعدها على طول يمكن 10 لقطات مشابهه، يعني بين صور ومشاهد فيديو لفرق منافسه ما بتتحسبش، ما حدش بيتكلم إيه؟ فعشان كده ده بيزود من حاله احتقان عند الجماهير. اللي مخوف الجماهير اكتر الموسم ده تحديدا، لان فكره ان احنا بنقول ان هما نقطتين ضاعوا ومش عايزين والدوري طويل، الفكره ان الموجوده في اللائحه ان لو في اي وقت من الاوقات
هتقف المسابقه يبقى المتصدر هو بطل الدوري. هو ده اللي مخوف الناس وبيدفعهم يفكروا. طالما في فكره تربص يا محمد زي ما انت بتقول وفي فكره ان احنا عايزين نخلي اي حاجه ممكن تحصل, فهم برضو بيخليهم يفكروا ان ممكن في اي وقت من الاوقات ان يكون اي فريق متصدر فتختم المسابقه على كده ويقول لك الفريق الفلاني هو اللي عايز بطوله. ده اللي مخوف الناس. الاهلي قبل ما يسافر اليابان ان شاء الله هيلعب مع المقاولين يوم الخميس, وبعد كده ماتش بيراميدز. لا قدر الله, لا قدر الله, ايه اللي يمنع انه قبل ما يسافر قطر, معلش بحكم التعود بقى ان احنا بنلعب في اليابان على طول وكده, قبل ما يسافر قطر عشان يلعب كاس عالم, ده عنده ماتشين مهمين وماتشين مع فرق, يا ريت اللعبه تبقى تقيله جدا طبعا. احنا يهمنا كورتنا تركيزها, الماتشين مهمين جدا, بطوله الدوري ما تقلش اهميه عن طبعا. وفي دروس كتير مستفاده في الماتشين بتوع دجله وكوره, انا بتكلم كوره بعيد عن التحكيك والتحكيم والبنك الاهلي. لكن لا قدر ايه اللي يمنع انه الاخطاء دي تتكرر تاني. ما انا بقول لك طول ما يعني الناس في حاله من التربص كده. بس انا يمكن يعني اتمنى ان زي ما بيقولوا كده لعيبه الاهلي ما تديش فرصه او ما تسمحش. انت اتظلمت في ماتش المقاصه واتظلمت في ماتش كليوباترا, وفي الماتشين كسبت عشان كنت انت مسايف نفسك او مامن نفسك وجايب اهداف. فانا اتمنى ان لعيبه الاهلي. طيب هل ممكن, خليني احط سؤال بشكل تاني, هل من الممكن انه توزيع الحكام على المباراه يختلف من حيث الاسماء فبالتالي يكون في نتائج مرضيه اكتر؟ يعني انت اتكلمت مثلا في بدايه كلامك على انه في عدد كبير جدا من الحكام, ستة او سبع حكام دوليين ما حكموش ماتشات للاهلي. هل ده دي واحده من النقاط اللي لابد انها تتاخد في الاعتبار؟ لغز, يا ريت الناس تركز في النقطه دي, ويا ريت ماتشات الاهلي اللجوء لحكام اجانب. واحد من الحلول اللي كتير من الجماهير اقترحوها امبارح استاذ خالد في الاجابه على السؤال ليه الاهلي ما يلجاش لحكام اجانب, شايف ده ممكن يبقى حل منطقي, حل على الاقل في الماتشات اللي يمكن تكون فيها حده المنافسه. يعني هو حل مطروح اصلا ولابد انه ما حدش يستبعده من تفكيره. انما انا شايف تحرك النادي الاهلي دلوقتي على الصعيد الرسمي وعلى صعيد الاعلام النادي الاهلي وعلى صعيد السوشيال ميديا الناس شايفه وعلى صعيد الغليان اللي موجود ده, اكيد لو كان في اي حد متربص او اي حد حاطط في دماغه امر ما اكيد كل اللي بيحصل ده محدش هيتحداه. النادي الاهلي واحنا هنا والعين دي مش مصلحته, واحنا هنا يعني. واحنا هنا مش عايزين النادي يعني. الاهلي سيب لي فرصه اتكلم بقى معاك النادي الاهلي, النادي الاهلي احنا مش عايزين اكتر من حقه. يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه وكل اللي احنا بنقوله مش عايزين التحكيم يجاملنا. احنا مش هنكون مبسوطين على فكره لو التحكيم احتسب هدف مش هدف للنادي الاهلي او احتسب خطا نتج عنه هدف للنادي الاهلي, والله ما هنكون مبسوطين. ده حقيقه يعني. احنا عايزين النادي الاهلي طالب في اخر جمله عنده كده العداله وتكافؤ الفرص. هل ده صعب يعني؟ هل دي حاجه صعبه؟ سيب الناس, مش هقول لك عايز تدي حد او فريق بطوله فتساعده, لا, لو هو يستحق انه ياخد بطوله الملعب موجود. هتكلم للمنظومه نفسها اخيرا وبعيدا عن النادي الاهلي, هل شايفين انه مستوى الحكم المصري تطور في الفتره الاخيره؟ كان عندنا اسماء لسنين طويله واجيال مختلفه الحقيقه على اعلى مستوى, وكان الحكم المصري حتى مطلوب للتحكيم خارج مصر. النهارده هل شايفين انه الحكم المصري تطور اداؤه وتطور مستواه؟ انا بتكلم بشكل عام وبعيدا عن النقاط الخلافيه اللي احنا اتكلمنا فيها او المشكلات اللي حصلت في الدوري للاهلي او لغيره, هل شايفين انه منظومه التحكيم في مصر بخير؟ هل الفار اضاف ليها؟ انت عايز تقيس ده, شوف نفسك انت في المحافل الدوليه اللي يعني التمثيل بتاعك كحكام موجود ازاي يعني. حتى في كاس العالم شفنا جهاد جريشه بيروح بيحكم ماتش واحد وبيرجع على طول ما بيكملش. بتشوف انت حكام بقى الدول العربيه ما شاء الله ماشيين بشكل كويس جدا وفي المحافل الدوليه موجودين وبتاع. فلكن احنا اللي انا شايفه ان لا في اي تطوير في مستوى التحكيم. حتى الفار اللي قلنا ده اللي زي ما بيقولوا كده ايه هينقذ ما يمكن انقاذه يعني. أيوة. الناس استخدموه غلط, المواد حتى اللقطات بتتعد بطريقه بتجام الناس على حساب ناس, بنشوف حاجات يعني. فلا تقول ان التحكيم ده بخير ولا ان هو حتى مع الوقت هيكون بخير. انا شايف ان تغيير رئيس لجنه الحكام وتغيير رئيس لجنه المسابقات هيفرق جامد الفتره الجايه. الدنيا هتهدى, مش هيبقى فيه تربص يعني. انا شايف الاثنين عندهم
مشاكل مع يعني الاهلي. هو ده الحل اللي انا كنت سريع يعني. دي وجهه نظري، ده حل سريع. حل بقى مع يعني طويل الامد زي ما بيقولوا، ان انت تبتدي بقى تاخد الحكام دي تشتغل معاهم صح، تجيب رئيس لجنه حكام حد واثق من نفسه قوي، ما عندوش زي ما بيقولوا كده ازدواجيه في المعايير، ما عندوش حسابات خاصه، وتجيبه ويبقى واثق من نفسه وتديله ازدواجيه المعايير دي مش مرتبطه بشخص ولا بمنصب، ازدواجيه المعايير دي مرتبطه بلوائح وقوانين تطبق على الجميع. هو يا استاذ محمد، هو ما للاسف ما بيطبقش اللوائح، وانا ضربنا امثله كتيره موجوده وشفنا الكلام ده ما بيطبقش وشفنا اخطاء تحكيميه. انت من اول الدوري لحد دلوقتي لسه ما كملناش، يعني انت بتتكلم ربع الدوري او ثلثه والمشاكل دي كلها موجوده. في نقطه مهمه برضو، عقوبه الحكم مش سر حربي. يعني طالما انت الحكم هو جزء من اجزاء المنظومه اللي موجوده، طالما بتسمح لنفسك انك تعاقب اللاعب اللي اخطا، طالما بتسمح لنفسك للمسؤول انه لو تطرق، شفنا الكابتن سيد عبد الحفيظ خد غرامه على ايه، على كلام عادي جدا على الحكم، لازم الحكم يعرف انه لازم الحكم يعرف. الناس بالكلام الكابتن سيد، شوف ماتش الاتحاد مع كامل احترامي الاتحاد، شوف حسام ابراهيم عملوا ايه مع الحكم، ويعني ما خدوش 2 جنيه غرامه. لازم الحكم في يعرف نفس الاسبوع كاف سيد انه هيتم كاف سيد 50,000 جنيه عشان يتناقش مع الحكم وبيقول عقوبته لو اخطا خطا يعني زي ما اقول كده خطا فادح، اللي هو خطا ما ينفعش انك تغلطه. في على فكره في اخطاء كتير جدا تقبلها، ممكن انت تقبل خطا كره في نص الملعب، اخطا في تقديره، انما في كور ما ينفعش انك، وخصوصا لما تكون مؤثره زي يعني. انا بيتهيألي الاهلي لو كان فاز بماتش البنك الاهلي ما كانتش هيبقى الجون بتاع ايمن اشرف عليه نفس، بتقل حده الغضب، بتقل حاله التحفز عند الجمهور. المفروض زملكاوي ميدو جه حكم انجليزي بيقول لك انا مش مصدق ان في حكم راح اصلا الفار عشان يبص على الكره دي. يعني لا، وانا احنا قلنا يعني واحنا قلنا الحكم امبارح كان مكان تمركزه في رؤيه اللعبه كان قريب جدا وشديده الوضوح، اقرب 2 لعيبه ليه كان ايمن اشرف ولاعب البنك الاهلي، والراجل لم يتردد على الاطلاق. البنك اصلا رجليه في وش ايمن اشرف، دي جزئيه. يعني الجزئيه الثانيه المفروض ان اللي اقرب للكره دي، الكره دي الاقرب لها هو مدافع البنك الاهلي اللي فوق الكره مباشره. انما ما بقاش اقرب لها لما خد قرار انه ما يطلعش ويخرج نفسه من اللعبه. دلوقتي الكره دي بقت كوره ايمن اشرف مش كورته هو، لان ايمن اشرف خلاص هو اللي خد القرار انه يروح، وهو تنازل عن حقه القريب انه يطلع للكوره، فاصبح ايمن اشرف هو الطبيعي والوضع التشريحي ليه عشان ياخد الكوره. راجل بيطير عشان ياخد الكوره. اللجنه الثلاثيه المكلفه باداره اتحاد الكوره، ده سؤال اخير ويعني ارجو الاجابه باجازه عشان وقتنا. اللجنه الثلاثيه ليها دور في الفتره اللي قاعده فيها او بتتولى فيها المسؤوليه بشكل مؤقت في اصلاح، او على الاقل تقدير انها تحط خريطه الطريق لاصلاح منظومه التحكيم في مصر؟ لو اتفقنا نعم او لا. طبعا لو اتفقنا ان الحل في انك تشيل لجنه الحكام، القرار عند اللجنه الثلاثيه، وبالتالي لو هو ده يبقى يشيل لجنه الحكام. انا رساله سريعه عشان عارف ان الوقت خلص للجنه الثلاثيه، ممكن لجنه المسابقات تاخد قرار او العقوبات تاخد قرار وتشيل ايديها، ممكن الحكام يبقى عندهم مشاكل ويشيلوا ايديها، لكن في الاخر انتوا اللي في الوش. يعني الناس دي ممكن تعمل لكم مشاكل وتصدر لكم مشاكل، انتوا اللي في الوش. انا واثق فيهم وعارف ان هم ناس محترمه وعندهم كتير يقدموه، وواثق ان هم اتزنقوا او دخلوا في توقيت صعب، لكن انا متعشم خير في اجتماعهم اللي جاي ان القرار بتاع الشناوي يتم اعاده النظر فيه لازم. وشايف ان زي ما يعني بوجه لهم رساله، معاداه النادي الاهلي ومعاداه جمهور النادي الاهلي مش في صالح حد خالص، ودي يعني رساله اتمنى توصل لهم، واتمنى ان هم يراجعوا نفسهم، لان زي ما قلت لك لجنه الحكام ولجنه المسابقات هتصدر لهم مشاكل كتيره جدا الفتره اللي جايه. لا اعتقد انه الموقف اللي حصل في ماتش البنك الاهلي من الصعب جدا على جماهير النادي الاهلي انها تتقبل انه يتكرر مره ثانيه، واعتقد انه في الايام البسيطه اللي جايه يمكن هيظهر الموقف النهائي بالنسبه لمشكله كابتن محمد الشناوي اللي حتى اللحظه ما زال موقفها غير واضح المعالم. بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا، استاذ خالد العتيبي واستاذ محمد ابو علي، بشكر حضراتكم على المتابعه. مبروك ان شاء الله قرعه كاس العالم للانديه، ان شاء الله الماتش الاول هيكون يوم 4 فبراير، ولو كان لينا نصيب نلعب الماتش الثاني مع بايرن ميونخ ان شاء الله باذن الله يوم 8 فبراير. كل التحيه لحضراتكم، ونقابل حضراتكم بكره ان شاء الله حلقه جديده والسادسه.